صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول إن المحبة تعتبر شرطا في الولاية، فمن يناصر الكفار وهو لا يحبهم لا يعتبر مواليا إلا إذا ناصرهم وأحبهم. إذا اجتمعت المحبة والمناصرة فهذا كفر، يخرج من الملة. أما إذا كانت مناصرة بدون محبة فهذا ضلال وجريمة كبيرة. إذا انفردت المحبة أيضا بدون مناصرة فهذا ضلال ووسيلة إلى المناصرة. نعم.